يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الصلاة من الملائكة على النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى الاستغفار له، فكيف على النبي وعلى غيره، الصلاة من الملائكة على النبي وعلى غيره الاستغفار، نعم. فكيف نجمع بين ذلك؟ والله جل وعلا ذكر عن الملائكة أنهم يستغفرون للذين آمنوا ويستغفرون لمن في الأرض، نعم. قل فكيف نجمع بين هذا وقد غفر للنبي صلى الله عليه وسلم ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ زيادة خير للنبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا هذا فيه حظ للداعي، أن هذا يسبب له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم له يوم القيامة، نعم.